تطورات على الساحة المصرية، حيث اشتعلت مدن عدة غضبا للمطالبة برحيل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم. وتخلل المظاهرات اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيها، اعتدى فيها الإخوان على المعارضة بالرصاص، فيما أحرق المعارضون مقر لحزب الحرية والعدالة في التقهلية والإسكندرية، ما أدى إلى مقتل متظاهر في الإسكندرية وإصابة العشرات في التقهلية. يومان فقط يفصلان العصابة التي تحكم مصر عن الموعد المضروب لانفجار مخاوفها. يستبق الإخوان الحشد الكبير بإثارة المشاكل هنا وهناك وتهديد المتظاهرين والدعوة لمسيرات تأييد كهذا التجمع الهزيل في ميدان رابعة العدوية، الذي سرعان ما تحول إلى صلاة طلب فيها أنصار مرسي المدد من السماء وقد أعيتهم الحيلة ولم يجدوا سبيلا لتحشيد الناس لنصرة خطابهم البالي. وفي المقلب الآخر كانت تشتعل المدن المصرية بالمظاهرات الغاضبة المطالبة برحيل محمد مرسي وجماعته عن الحكم، ففي القاهرة أغلق آلاف المحتجين ميدان التحرير، وفي الإسكندرية بدا المشهد مماثلا حيث شارك الآلاف بمظاهرة في ميدان القائد إبراهيم، كذلك الأمر في بورسعيد والإسماعيلية والقليوبية، ورصد تحليق طائرات عسكرية فوق مدن عدة بينها القاهرة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد. تأتي هذه التحركات قبل يومين من التظاهرات الكبرى التي أعلنت عنها حركة تمرد، الحركة التي تحمل في جعبتها دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وإلا فلا سبيل غير تنحي هذا الأرعن كما وصفوه عن حكم البلاد، فما عاد لهم به طاقة على تحمله. يعد المصريون بتصعيد احتجاجاتهم مع تصاعد حرارة هذا الصيف القائظ، ومع فيضان النيل ستفيض شوارع وساحات مصر مطالبة بالخصب الذي وعدت به الثورة. What?